نكسر فكرة ان الناس فاهمة ان الجرافيتي ده اللي احنا بنعمله دوت عبارة عن تابلو او صورة جميلة. ده احنا مش بنعمل فن بالمعنى اللي هو المفروض مفهوم يعني في الجاليريات والكلام ده، لكن احنا بنعبر، وده نوع من انواع المقاومة. فبالتالي الناس كلها ابتدت تتعامل مع الموضوع، وبعدين الجامعة الامريكية تروح تعمل عازل وتخاف عليه وتحط ورنيش وحاجات كده. فطبعا دي الحيطة جدار بتاع محمد محمود، لما رحنا لما جينا عملنا ده في البداية ورسمنا صور الشهداء ما سألناش حد ولا استأذننا حد، ده كان في بداية الدرب يوم 2 فبراير. ودلوقتي احنا جايين في الموقف ده بنعمل كده، بنخفي اللي احنا عملناه الجديد. كمان ليه رؤية تانية فلسفية، ان هو يعني او بيوضح فكرة تانية، ان احنا جايين نرسم على صور الشهداء. واعتقد ان هو ده دلوقتي الناس نسيت الشهيد وبترفع صور المرشحين. كل واحد بقى دلوقتي اهم صورة عنده هو صورة المرشح. مشهد بيقول ان كل الناس مش مهتمه خالص بالشهداء ولا فرق معاهم دلوقتي، الا قلت مين اللي هيكسب ومين اللي هنرشح مين وهندعم مين. طب انت هتنتخب ولا لا؟ ما انتخبتش، مش هنتخب. Thank you.